البنات بغيت نقول لكم بلي كاينه فرصه عمل من دارك سيداتي، لازمك برك التليفون وانترنت. هذا ما لازمك اختي لكي باغي تكوني امراه اعمال مستقره من دارك حره وعندك دراهم في جيبك وما يخصك حتى خصاص، لازمك تتوكلي على ربي سبحانه وتدخلي لهاد الشركه. هذه شركه عالميه البنات، شركه عالميه دخلوا لها بزاف بزاف بنات وداروا بزاف بنات داروا ان تري بون سالير من هاد الشركه. تقدري تكوني خدامه وديريها ان دوزيام ترافاي، يخدموا في الجزائر ويخدموا بارتو في العالم. الوغ البنات راهي فرصه عمل ليكم اللي راهي باغي تخدم في هذه الشركه. راح نخلي لكم واحد الرابط في اول تعليق مثبت او نخليه لكم تما الفوق، هذاك التعليق تدخلوا فيه، هذاك الكومونتير مثبت تدخلوا فيه، راح تلقاو رابط تدخلوا في هذاك الرابط تنضموا لهذيك المجموعه وهما يفهموكم هاد لي كوتش الخدمه شنو هو كيفاش تخدموا ايتو. المهم يا بنات نتمنى ان شاء الله حظ موفق للجميع وما تخافوش ديروا فيها ثقه وان شاء الله ربي يهنيكم ان شاء الله وان شاء الله يدخلوا بنات ويخدموا ويديروا التاويل ومن بعد تجي عندي تقول لي ريم فضل ربي سبحانه وبيك انت يا كنتي سبب والحمد لله يا ربي فرج عليا. نتمنى ربي يفرج عليكم كاع ونقول لكم مت عليكم. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كاع بخير وانتم تشوفوا يا اليوم ما تشوفوش الخرده. ان شاء الله تكونوا كاع بخير وانتم تشوفوا في الفيديو تاع اليوم. مرحبا بكم كاع خواتاتي اللي انضميتوا مؤخرا للقناه، ونقول لكم مرحبا بكم في وسطنا وشرفتوني ونورتوني، ونرحب بالمتتبعات التوعي الاوفياء اللي دائما يخلوا لي تعليق شابه كما كيفهم اللي شافتني لاول مره وجيت خفيفه على قلبها. نتمنى ان شاء الله دير لي ابوني على القناه وتفعل الجرس باش يجيها كل خطره جديد. المهم البنات اليوم الطهاره تاع ولدي، يعني راح ندير حاجه عائليه برك، ما كاينش براويه برك لا فامي والناس اللي فريمون بروش ليا. اما الفرح الكبير ان شاء الله والصدقه الكبيره راح نديروها في لاصال باذن الله تعالى. المهم بلا تاح بارطاجي معكم لانه اليوم ان شاء الله راح يطهر ان شاء الله يا ربي. راني شويه ستريسي ان شاء الله تجي سهله مالا. و فوالا هذه هي. المهم البنات نقول على بالي بلي نقول بزاف. المهم راح نبارطاجي معكم الاجواء ان شاء الله، اجواء تاع طهاره، ناس متواضعه اختي، ناس عاديين من طبقه عاديه. المهم البنات المهم ان شاء الله تديفولوا معنا وتبدلوا معنا. انا في الحق ما عشت اول مره راح نعيش طهاره للناس اللي قراب ليا، الو كنتوا تعرفوا ولدي اللي راح يطهر صافي ماشي كيما كي نقول لكم. شفت الطهاره تاع الناس تو حضرنا طهاره تجيني حاجه عاديه زعما نورمال مبروك عليهم. انا ماشي كيما طهري ولدك ولا حد من شغل ليك سيرتو الكبده، الكبده راهي صعيبه. المهم ان شاء الله تجي خفيفه، ان شاء الله يديه بابا ويديها راجلي نشوف الا بغات تروح معاهم اختي. الا قدروا الكاميرا واحد كاميرا ان شاء الله ونحط لكم ثاني تتفرجوا تشوفوا مقتطفات. المهم البنات انا نقول لكم باللي مشاهده ممتعه للجميع، ان شاء الله يعجبكم الفيديو تاع اليوم وتابعوا الفلوق تاع اليوم. بون البنات كيما كنتو تشوفو هنايا شريت هاد لو كاطو البنات. انا والله صراحة ما فهمتش على كي يشوفو لي زيميكري غلولهم، مانيش عارفة. انا المتتبعين تاعو في فيسبوك قالوا لي غلاوه عليك لو كاطو، حسبته لي وحدة تبيع كاطو في الزيو اسم تاعها ديليس مش عارف شاه. بعث لي الكاطو 180 للكيلو صعب لي، قالوا لي البنات في فيسبوك قالوا لي حشاتها لك. هي زواق من برا زواق وشباب وكاع بصح ماهوش لو بخي تاعها لانه الداخل ما فيه لا لوز لا كاوكا ولا حتى عفسه. خدمت عند وحده اخرى تاني في رزيو ما شاء الله تبارك الرحمن قاطوها شباب واحسن من هذا. بون البنات كنت تشوفوا اجواء طهاره في البلاد. المهم راح نديروا ان شاء الله سلاطه، كلشي راه محطوط حاجه عاديه لانه راه كيما حنا نقولوا ملومه. ما راح ندير سلطه ان شاء الله دوك تشوفوا تزيينيتو تاع باللوبيا خضراء والروز وبعض الفاكهه راهي هنا مغسوله وما هنا راهم يطيبوا الماكله راهي طيبه هنا وها هما هنايا ثاني وهنايا رانا جايبين مواعين كليت المواعين ايتو ان شاء الله دوك نجمع نغسلهم ايتو وراح نبداو نحطو ان شاء الله البنات. ديروا شعاف لا ما يكفوش ما يكفوش عليك جوج ديري حاجه مليحه ما تيجيش كاع ديرو
غادي تبدل الموسيقى سمحي لنا. يا عمري عريس بون البنات حنا جبنا المواعين نسيت باسكو كرينا المواعين كيما قلت لكم ونساو ما عطاونيش الطبق تاع الكسره باسكو كرينا بزاف وسنيوات لي بلاطو راني رايحه نجيبهم راهم كاع في الدار الفاميليا خالي نسيتو راهم كاع هنايا الله الا كاع راه هنا نروح شريا نجيبهم ونرجعها راني حابيه طاليت راه كاين تاني خوخ صغيرة ماشي خوخ الاخر برقوق صغير جبت على الماء جبت كبير وجبت صغير لا كاين بورصة واحدة اخرى كاين صفراء كاين بورصة واحدة اخرى مول البنات كما كنتو تشوفوا هنايا كنت ديجا بدلت له وجات عندنا حبيبتنا يعني هما معروفين في فينيكس الله يعطيهم الصحه كنتهم خدمت لي اون تونو هديه لولدي قالت لي لبسيها له شابه بالبزاف انا كي شفتها قلبي راح معاها ما نكذبش نقولها ربي يخليك الله يحفظك ان شاء الله يحفظ لك بنيتك ويحفظ لك راجلك ان شاء الله يا ربي ورجعها لاختي غير في الخير ان شاء الله الوغ تلموا لي شابه بزاف تهبل لبستها لها كثر خيرهم والله يحفظهم وحماتها مسكينه قالت لي خاصة غير الحاف ابيض مساكين والله العظيم ربي يحفظهم والله العظيم غير تلقاي الحباب حنينه في اكثر من فاميليا سبحانك ربي الله يحفظنا ان شاء الله ويخلي لنا الحباب تاوعنا والعائله والناس الزينه والناس الطيبه ان شاء الله وين ما كانوا هنا كما قلت لكم درت صدقه صغيره عائليه برك يعني ما عرضتش الغاشي عائليه برك وهنا كما كتشوفوا كريت هذا السلال كريت كل شيء البنات حنا عندنا معين فما عندناش معين تاع ملومه يعني عندنا غير على حسابنا ماشي حاجه كبيره الوغ هنا كنا نحطوه في الخبز في الكيس هنايا كما كتشوفوا بدينا نسربو حطينا لي بول المغارف الخبز حطينا الحريره كل واحد حطينا هكا طبس كبير تاع حريره ونديرو هكا في لي بون وي صحتك حل الباب على
طيب ليش بيضرب ليش Thank you.